إذن مشاهدي قناة شوف تي في، فنتمنى لوداد الأمة الفوز في هذه المقابلة. كنت واجدوا بأحد المقاهي بقلعة صراغنا، فأتبقى معنا مشاهدينا تفاعل جماهيري للجماهير المغربية لكي تابعوا هذه المقابلة نهائي عصبة أبطال إفريقيا، وكنتمنى كذلك لوداد الأمة الفوز. كما كتبوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فالتوافل كل قلوب المغاربة مع وداد الأمة. كما قلت هذا النزال في هذه المباراة، الآن مباراة على مشاهدة المباراة على أعصابنا، لأن المباريات النهائية تلعب على جزئيات صغيرة، ولكن كنتمناو أن فريق وداد البيضاوي يحقق هذه العصبة وتكون هي العصبة رقم 3 إن شاء الله في هذه المسيرة، ونحتفلوا كاملين كمغاربة، وتحية لأي واحد مغربي وأي واحد يشجع الدراب بود الوداد. وديما وداد، وديما وداد. إذن فنتمنى إن شاء الله الوداد الأمة الفوز في هذه المقابلة واللقب الثالث. كنت معنا سي محمد الزاوي اليوم محبي الوداد وكل المغاربة قلوبهم مع نادي الأمة. يعني ما تعليقكم على هذه المباراة واللي كنتمنى إن شاء الله اللقب الثالث؟ تحية لكم، شكرا جزيلا. كنتمنى والله تشوف الوداد الأمة الوداد البيضاوي اليوم طبيعة الحال. الوداد ما كيتمثلش الجمهور العريق الكبير، الوداد كيتمثل المغاربة كاملين في جميع أنحاء العالم. كنتمنى والله أننا نتوفقوا في الفوز بالكأس الثالثة للوداد البيضاوي، فقلوب المغاربة كلهم مع الوداد البيضاوي. كنتمنى التوفيق وكنحسوا بها انها الثالثة ان شاء الله قريبة. نتمنى والله الخير من مدينة قلعة صراغنا. كنبغي نحيي جميع الوداديين ديال المغرب وجميع الوداديين ديال العالم وجميع المغاربة، وتحية لكم وشكرا جزيلا على التغطية. إذا نتمنى التوفيق إن شاء الله كل قلوب المغاربة مع وداد الأمة، فنتمنى إن شاء الله اللقب الثالث لوداد الأمة في هذا اللقاء مع الأهلي المصري. كما كتب معنا مشاهدينا التفاعل الكبير للجماهير المغربية في هذه المقابلة اللي كتجمعوا بالأهلي المصري في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. إذن مشاهدينا نعود لكم إن شاء الله بعد نهاية المباراة أو بعد نهاية الشوط الثاني. كما تابعتم معنا من المقاهي تفاعل كبير للجماهير. نتمنى الفوز، نتمنى التوفيق لنادي الوداد لوداد الأمة في هذه المباراة النهائية. ما قلت فكل قلوب المغاربة مع وداد الأمة، فنتمنى إن شاء الله الفوز في هذه المباراة و اللقب الثالث في وداد الأمة. إذن مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله بعد قليل، فكنتمنى وإن شاء الله الفوز لوداد الأمة في هذه المباراة.
إذن إلى هنا نصل لمشاهدينا إلى نهاية هذا البث المباشر. نلقاكم إن شاء الله في مباشر جديد بعد قليل إن شاء الله. إلى اللقاء.